احنا صرنا فتره عم نحضر قبل اول برايم في تنسيق مع كل البرودكسيون مع توني اكيد المخرج ولارا نادين وكل تحضير كثير لنقدر نعمل افتتاح جديد نفتكر هالسنه بعد سنتين غياب على الاكاديمي قدرنا نفوت بصوره جديده كان في رقص كثير مثل العاده ومن هون انا كل جمعه جمعه نحسن اكيد البرايمات شغل كثير علينا بس شغل بسط فيه كثير لنقدر نقدم اجمل شيء اجمل لوحات للتبني مع الأساتذة مع التلاميذ بس الحقيقة إنه الجمهور بيحضر البرايم لمدة ساعتين وما بيعرف قديش بيصير في شغل قبل البرايم يعني كل رقصة بتاخد معنا من 9 ساعات تحضير بالنهار فعم اتركهم مع الرقصين لخلص التصميم الرقص وخليهم هن يعيدوا لحالهم فأكتريت وقتي عم يكون فوكس على البرايم بس عم تابع التلاميذ بالصفوف وعم تابع الفاريشن وقت ما أكون معهم رح أكون عم أحضرها ورح أكون موجودة بالسهرة أنا تعرفت على التلاميذ بعد ما شفتهم بالصف، تعرفت عليهم لتحضير أول برايم. أنا أول تلميذ بيلفت لي نظري هو التلميذ اللي شغف عقله، لأنه المسرح، الرقص، الموسيقى، الغنى، التمثيل كله بده عقل. العقل بيخلي الموهبة تطلع لقدام. لفت لي نظري حقيقة وبعد ما بعرف كيف بيرقص هو نور، لأني حسيته واعي بيتسمع كل كلمة بقول إياها وبيقدر يمشي بحركة الرأس وعبد الله لقيته كثير عنده ميولي وعنده ثقة بحاله وبفتكر اللي حقدر اشتغل معه كثير كم واحد من التلاميذ بعرف رح يعزفوني من هلا ما رح سميهم بس بتطلع فيهم من اول تطليعة بعد انه عم يطلعوا علي وعم يقولوا كيف رح يقطع هال4 اشهر وتحمل انسان رح اقول لهم رح تتحمل مني انا رح اسمكم راسكم بالتمرين ورح تصيروا بتاخذوا العقد الفرنك هنا بتساعد كمان كنت نسميها انا سميت الشباب انه على طول بلاقي صعوبه مع الشباب اكثر سكينة لانه بتغني بالانجليزي بتساعد انه نحن بنعمل كوريغرافي على كثير اغاني بس على طول البيت الاجنبي بيساعد شوي للرقص وسكينة من النوع اللي فيكي بتتيها باللوحه وفيني اتكل بفتكر رح تطلع على احساسها وثقه بحركتها انه تقدر تفوت وتكون من ضمن التمرين فكانت موجوده بلوحه كثير جديده على باول برايم مطرح ما زبطينا لونا المسرح بالواننا وكانت كثير مرتاحه بحالها وبفتكر سكينة كمان رح تكون شخص لاقدر ركز تمريرات عليها البوب والهيب هوب والستريت دانس عم يصير كثير على الموضة اتس ا جروينج ارت يعني بتشوفي كل اول طلعتهم they're learning how to hip hop and dance لانه حركه كثير حلوه كثير جديده فبفتكر رح يقدر يكون باللوحات ورح يتاثر كثير مع الرقصين معي بجننوا بيتمرنوا كل النهار وان شاء الله يكون هالموسم حلو حسي انه هالموسم كثير حلو لانه كل الاكيب العمل عم تحط افكار جديده في الشغل يعني ما حدا عم يشتغل لحاله، بنسق الكوريغرافي، بشتغل مع المخرج، بشتغل مع الميوزك، كل واحد عم يكون عم يتعاطى مع الثاني، هالتيم ورك لانه ما في برايم ما بيطلع على الهواء، بروجرام ما بيطلع على الهواء اذا مش شغل تيم. ولا حدا رح يطول يطلع البروجرام لحاله، فبفتكر الاكيب والعمل هالسنه كثير عم يشتغلوا مع بعضهم وهالشغله كثير رح تساعد البرايم. هو الرقص بيجي لعندي بيكون مثل آلة مثل بيانو أو جيتار أنا بدي دق النوتة يعني بدي أعطي النوتة لهالرقص لجسمي فبدي أعطيهم روح يقدروا يعبروا عن كل أنواع الرقص عاد هيك بتلاقي في فرق أنا بعطيهم روح شرقية بعطيهم روح غربية من كل يعني في معي كثير أجانب معي كثير من روسيا من أوكرانيا معي من الجزائر معي من سوريا معي من لبنان بس عندهم تكنيك قوية والتكنيك للرقص كتير أساس يعني يتعلم البعض يقدر يدوزن جسمه مثل ما بندوزن الآلة بس بفتكر بتفرق الرقصين معي من غير رقصين ورح أقولها يمكن بشوية ثقة هو إنه أنا ما بآمن بس بالحركة بآمن بالحركة مع فكر بدك تحطي الفكرة على المسرح إنه إذا
الواحد تحرك تحرك وتضليتني اعمل هيك ضليتني اعمل هيك الجمهور رح يزهق، فبده يكون في حركه حلوه، بده يكون في فكره ولا الحركه، بس بده يكون في روح. فالراقصين بيمثلوا حركتهم، بيحسوا حركتهم، وهذا الشغل اللي بتضيفوا على اللوحات بيحسوا. اذا بتضيعها بيحسسوا كمان نحن بتضيعها. اذا لوحه اجنبيه غربيه هيك بتحسيهم ذا ستريت دانسرز، فيقدروا يغيروا طبعه ويغيروا لون. هذا هي قوه الرقص معي، هي الشغله بشتغل كثير عليها. في شي خمسه سته معي جديد هالسنه، اول تايم تعذبت معهم، بعد لهلا بعد شوي عم بتعذب معهم، انه بعد ما استلبسوا الروح الشرقيه، بس من هلا لشهر تحسون من لبنان. عم جرب نسق وقتي بينهم وبين المسرح، هو شغلي الاساسي اكيد، بس حتى كل محبتي بهالبرنامج، فبفتكر المحبه رح تعطي لون جديد.